هناك قرار بتقديم الآن يعني الآن بتقديم بعض الدعم لتركيا. هذا إذن قرار متخذ. بالنسبة لبطاريات الصواريخ علينا أن نسأل أنفسنا هنا، ما الذي تريده فعلا تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية حين تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بطاريات صواريخ؟ هل هي فعلا بحاجة إلى هذه الصواريخ؟ ربما، ولكن الطلب الحقيقي هنا هو الولايات تركيا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون منخرطة في اللعبة، أن تكون منخرطة في العسكرية لحماية ضاريا في حال يعني تصاعدت الاشتباكات مع روسيا. إذن تريد تركيا أن يكون ظهرها محميا، ولذلك تطلب هذه الطلبات من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لبطاريات الصواريخ، القرار الآن حتى الآن بالرفض، ولكن كما قلت لك هذا الخلاف سيرفع عاجلا أم آجلا، سيرفع للرئيس الأمريكي وسيبت الرئيس الأمريكي في هذا الأمر. حتى ذلك الحين سيقدم بعض الدعم، معلومات استخباراتية، أمور أخرى. محمد، بهاي النقطة محمد خليني معك بهاي النقطة. أنا عارف أنه في لوبيات ضاغطة تعمل في الولايات المتحدة على صانعي القرار. شو اللوبي اللي عم يمنع أو يدفع الولايات المتحدة إلى عدم دعم تركيا؟ يعني أي الدول تقفر بشكل عام قبل بشكل عام قبل اللوبي، الكونغرس الأمريكي يعني كان مستاء جدا حين جرت عملية نبع السلام، وهذا الاستياء يعني موجود حتى اللحظة. ولكن منذ أسبوعين وحتى اللحظة تغيرت أمور في الكونغرس الأمريكي لصالح تركيا، بسبب أولا الاشتباك الجاري على الأرض، بسبب عدد النازحين وعدد اللاجئين، وثالثا بسبب تحرك الجالية السورية الأمريكية وغيرها من المجموعات في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك وجدت أناس مثلا السيناتور توم كوتن مقرب من ترامب، السيناتور لينزي جرام مقرب من ترامب، جمهوريون، ستيني هوير مقرب، هو زعيم الأغلبية الديمقراطية، كلهم يعربون عن الدعم. وهناك زخم يتشكل الآن في الكونغرس. هذا الزخم ليس بالحجم المطلوب، ولكنه يتحرك باتجاه الحجم المطلوب، وهذا أمر جيد جدا وأمر حسن.